محمد عبد الهادي خريج جرافيك ديزاين من جامعة يرموك كلية فنون جميلة 2003 اشتغلت بأكثر من شركات ادفرتايزنج وديزاين لحد ما رحت على عمان وكنت أدرس جرافيك ديزاين بكوليج هناك وشاركت بأكثر من معرض وهذا المعرض الشخصي الثاني عملت معرض أول سولو اكزيبيشن كان بعمان ب 2014 وهذا المعرض الشخصي الثاني لي هواية الرسم أنا بصغير عندي إياها المعرض 210 شوي الموضوع بحكي عن المشاعر الإنسانية وعلاقات البشر ببعض مراكز القوة والضعف وتناقضها بين الشخص يعني ممكن يكون إن أنا حاولت شوي أورجي القوة بالأنثى والضعف شوي بالذكر والتناقض بشخصياتهم بس كيف نفس الوقت بيكملوا بعض وهي اللحظة لما تصير زيرو المواد اللي استخدمت كله كان أكريليك أون كانفاس وأكريليك على هارد بورد شوي الستايل أنا بحب شوي الأشياء بحب الكلين لاينز بحب شوي الكالرز والألوان والأشكال الهندسية وهذا اللي حاولت أبينه شوي بشغلي Thank you.